من غير تفيق بروحها توعدك بحاجات وبعد تنجم تكون ما عليه الراجل زاد ينجم يوعد المرأة بحاجات وبعد ما يعملهمش والله راني ظروف ما نعرفش انا نحكي ما نظر لظروف هي توجبتها في كلامها قال لك كل شيء نظر تولي كل شيء تعديها للظروف وكل شيء تعمل له تبرر علاش تقبلها على روحك اللي انت عندك ظروف دونك ما كنتش قد الوعد نتاعك يا خويا ما توعدني ما توعدنيش سي بون فمش كل حب يزيد حاجه ما توعدنيش من الاول انا الراجل ما عنديش كلمه اخويا لا ما عنديش كلمه فسر لي ترى نفهم يا اخي ما عنديش كلمه خلينا نفهم ما عنديش كلمه يا اخي عمرك ما لقيت واحد ما عندوش كلمه عنديش جمله ما عنديش جمله عندك جمله ما صحيح ايش هذا الراديو تنربطه لك كاين نحط لك كبير ورضوى وطعم بيه واش اصطاد بيه نوري له روحك انت خير باهي خويا مهم ربحت فاطمه ها حبيت لو جرى طريقه وقت طلع الشعر طريقه بيوم ما عنديش فلوس انا عندي الدولار حتى انا للزرع كان مش نزرع فهمت وشوف يطلع شوف لا وزاد كي تزرع عليك بلا مونيتر ها لو شوف لو لابورو لي زونفون جي كان لي شعر 31 329 الف مرحبا بالجميع تحيه تونس حره وامنه ومستقله باي باي